هلا نطلع على جزء البوردينج والالايتنج. هلا نطلع على اول باسنجر طلع. الباسنجر الاول اللي طلع راح ارسم هدول بهذا الشكل، 1 2 3 4 5 6 لحد بي. وبعدين احنا انتقلنا مشينا طابق، نزل منهم 1 2 3 مثلا، هذه بي على اس، وبعدين مشي كمان 1 2 3 4 بي على اس، واخر شيء بي على اس. هدول كلهم خروج، هدول كلهم دخول. هلا نطلع هون، لو جينا اطلعنا الباسنجر، اول باسنجر بدخل قديش بيضطر يستنى الثانيين؟ بي ماينس 1 في تي بي. اذا اول واحد راح يستنى بي ماينس 1 في تي بي ان، مضبوط، هو دخل اول واحد، بس الثمن اللي دفعه انه بده يضطر يستنى البي ماينس 1 باسنجرز. اخر باسنجر مين بده يستنى بعده؟ اذا اخر واحد قديش؟ وبينهم راح يكون عندي بي ماينس 1 في تي بي، بي ماينس 2، بي ماينس 3، لحد ما وصل 3 2 1 كلهم مضروبين في تي بي. كل هذا هون مضروب في تي بي، مش هيك؟ بالنسبة لك قلهم كلهم شو راح تكون؟ راح تكون مجموع هاي، مش هيك؟ على عددهم، راح اجمع هذول الأعداد على تبعهم. هلا لأني عمالي بعمل سوبر بوزيشن، ايش بقدر أهمل الآن هون؟ كل الزمن الكينماتيك، مضبوط؟ فبقدر أرجع هذه كلها هون، وهاي ألزقها بهاي، وهاي ألزقها بهاي، إلى آخره، مش هيك؟ كأني هون اعتبرت إنه ما صارش إشي بينهم، لأنه أنا بستعمل السوبر بوزيشن، فهاي انضبط إجت على هاي، وهاي انضبط إجت على هاي، مضبوط؟ لما هدول كلهم بجمعهم شكلهم بصير يشبه مين؟ مش بصير يشبه هاي؟ فكأنه أنا عندي كار، تخيل لو كار واقفة على الطابق الأرضي، وأنا قلت ما بدي أروح محل ولا آجي، بدي أدخل البي باسنجرز، وبس آخر واحد يدخل، إيش بدي أعمل؟ ببلش طلع، بدي أبدأ أطلعهم على نفس المكان. ما هذا اللي عملته انا هون بالسوبر بوزيشن، مزبوط. اذا نفس الشيء لو جينا اطلعنا على اول باسنجر بيطلع بيعمل الايتنج، قديش الوقت اللي بده يستناه بالنسبه للثانيين؟ زيرو. اذا راح يبدا هذا من زيرو. طيب والثاني لما بيطلع مين استنى؟ استنى بس اول واحد، واخر واحد راح يكون اضطر يستنى بي ماينس 1. فتخيلوا هذا كانه ببساطه دخلنا بي باسنجرز وطلعنا بي باسنجرز. نعم. تي بي نفسها انا اعتبرتها تي بي ان بتساوي تي بي ار بتساوي تي بي. هي وقت البوردنج صح؟ البوردنج او الالايتنج. طيب مش المفروض انه يستنى بي ماينس 1 في 1 على لامدا؟ يستنى بي ماينس 1 في 1 على لامدا. لا، لامدا الارايفل هو ما استنى، احنا فرضناهم جاهزين برا عم بدخلوا. هذيك حسبناها بالويتنج تايم، صحيح كلامك مضبوط، والويتنج تايم مضبوط، بس احنا هون الايتنج بس عمالنا نطلع وندخل من المصعد. فانت تخيل عندك غرفه رح يدخلها 10 اشخاص، اول واحد بدخل رح ينبسط انه هو دخل اول واحد، مضبوط، بس ما بيقدر هذا يتحرك لحد ما يدخلوا التسعه الثانيين، فهو قديش اضطر يستنى؟ 9 في تي بي. ونفس الشيء الخروج كمان، اللي خرج اول واحد ما رح يستنى اي حد ثاني، لكن اللي خرج اخر واحد بده يضطر يستناهم كلهم، فهذا بنشمل من الويتنج تايم تبعته. هاي الكميه على فكره ايدنتيكال لهي الكميه، مش هيك؟ وبس اللي بدي اعمله، اذا الان بدي اعمل A تي تي ام بدها تساوي تي بي ان، عندي واحد على بي، مش هيك؟ راح يكون بعد ما اعملهم سميشن ضربتها في تي بي ان طلعت تي بي ان برا، شو السيريز هلا اللي بدي اجمعها من واحد الى من واحد الى بي ماينس 1 من زيرو او من واحد يعني، قديش عدد التيرمز راح يكون؟ هدول عدد التيرمز راح يكون من واحد لبي ماينس 1، مضبوط؟ اذا هون عندي اي بتساوي واحد لبي ماينس 1، والرقم اللي عم بجمعه هو اي، مضبوط؟ بس انا عندي هاي وبدي اضربها في 2، فراح اعمل هون 2 تي بي على بي في سم اوف اي، بس اي من واحد لبي ماينس 1 مش ل فيه. قديش السم لسيريز؟ احنا قلنا اذا كان من واحد لان شو بيطلع عندي السم؟ اذا كان من واحد لان السم بيساوي ان في ان بلس 1 على 2، فاذا كانت من واحد لان ماينس 1 محل ان ايش بحط؟ ان ماينس 1 بتصير من في ان في ان ماينس 1، فبتصير هاي مجموعها هي عباره عن بي، كل هاي هلا بتساوي بي لبي ماينس 1 على 2، هذه مجموع هاي السيريز مضروبه هون في 2 في تي بي على بي. بي بتشطب مع بي و2
واثنين بتشطب مع اثنين بيطلع معي الافرج بير باسنجر اي تي تي ام بتساوي تي بي في بي ماينس. اوكي هذا الجزء الثاني. هلا الافرج للباسنجر كله شو راح يكون؟